لعبة اسمها Would you rather، ماذا تفضل؟ أوكي؟ أيوة صح، أيوة صح. تفضل إن أنت تكبر 10 سنين من الرقبة لفوق أو من الرقبة لتحت؟ يعني إيه؟ يعني تكبر 10 سنين، يعني يكبر وشك 10 سنين ولا جسمك يكبر 10 سنين؟ لا، وشي يكبر 10 سنين. انا شايف ان جسمي اهم، جسمي يفضل شباب اهم، لان جسمي انا بحتاج اكتر من وشي. شريف، تريك كويستشن، مش عارف. لازم تختار. انا هختار جسمي يكبر 10 سنين، مش مشكله، انا لو بلعب رياضه وباكل كويس كده هيبقى لذيذ يعني. لا يعني ايه، ما انت لو انا ده كان التفكير الاولاني، انا ده كان التفكير، قلت جسمي يكبر مش كده كده يعني 40 سنه تهول قوي هغطي التيشيرت وبجلابيه، مش قصه يعني، مش لا لا مش هتغطيه، لان انت جسمك لما يكبر معناه انك هتعجز، قدرتك على الحركه والحياه هتقل. لا ما هي دي الفكره، ما هشيل رد عليك، قالت لك ايه؟ ما دلوقتي شكلا في فيتامينات يا حبيبي، وفي تمرينات، وفي طب ما لا انا الاسهل ان انا لو انا قلقان من وشي، الاسهل ان انا احط بقى حاجات وبتاع تصغرني او مش عارف ايه، لو انا عايز بقى هدفي ان انا اصغر احسن ملعب في الجسم كله. بالعكس انا طبعا اختار ان وشي يكبر 10 سنين مش جسمي يعني. يكبر مش مشكله، اصل 10 سنين مش كارثه برضه في الاخر. لا كارثه في السن الكبير، يعني لو انت 50 سنه وبقيت 60، لو انت 60 بقيت 70، لا لو انت 10 سنين بقيت 20. انا بتكلم على دلوقتي. لا دلوقتي ما دلوقتي واحنا يعني. دلوقتي واحنا في منتصف الثلاثينات كده بنتكلم في ان لا ان انا ما انا ما اكبرش 10 سنين جسمانيا، اكبر شكلا مش فارقه معايا، انما اكبر جسما لا، انا عايز جسمي يبقى صغير وفيت وباورفل وكده. طب شريف وشي ماشي. لو انت هتبقى تختار ان انت تبقى على ايلاند لوحدك ولا تعيش في العالم يعني كده، بس كل العالم يبقى رجاله؟ لا ارض واحده، ايلاند لوحدي او كل لا انا لا انا اعيش مع الناس، انا ما بحبش اعيش لوحدي. لا انا عادي اعيش لوحدي يا معلم، علشان املا ان مركب تقوم غرقانه ولا طياره تقع تطلع لي منها الحور العين. الله. لا ما انت كده ساعتها هتنتحر، ما انت لو عشت لوحدك هتنتحر، مش ممكن بقى نعرف لوحدك. لا شخص. لا انا اعيش مع ناس واعيش مع اعيش مع رجاله وبعدين خلاص يعني، هي ما فيش يعني طبعا احنا ما ينفعش يا رجاله هيفضل يا تعيش لوحدك يا تعيش مع ايلاند فيها ستات بس. لا يا سلام، دي احلى، دي ايه رايك دي؟ دي الطف، دي احلى حاجه دي، ليه لا دي مثلا تقول لها ايه؟ والله ليه لا، اختك واسئلتك وبعدين وبعدين هم ساعتها مش هيلاقوا اي مشكله بقى، يعني مش هيلاقوا اي مشكله في الحقوق. ده هم هيتأمروا انهم ياخدوا بالهم مني يعني، بس هم هيبقى انا اللي عندهم، فاهمه يعني؟ ساعتها خلاص انتوا كده ما يعني مراكبين الدنيا، مفيش حاجه يعني. لكن والله انا احلى. تلاقي اوكي ثانيه، تلاقي الحب الحقيقي في حياتك ولا تلاقي شنطه ب 20 مليون دولار؟ حلو السؤال ده، حلو السؤال ده، حلو السؤال ده. لا والله ما مش عايز ابقى يعني، بس انا لو انا لو لو جاوبت اجابه ال 20 مليون دولار هبقى موضوعي، ولو جاوبت اجابه الحب الحقيقي هبقى افلاطوني قوي. ما تفزلكش كتير، ما تفزلكش، والله العظيم. لا طب بس انا بجد عايز ايه بجد بقى، مش بهزر، ما حدش يقول عليا انا، لا انا الحب الحقيقي طب ده اهم بالنسبه لي من 20 مليون دولار. تمام. وانا كمان. والله ما بهزر. اصل انا لو معايا 20 مليون دولار ما هي النهارده الحب معناها السعاده، فانا النهارده لو معايا 20 مليون دولار او 100 مليون دولار او مليار دولار ومش سعيد اكن ما لهاش لازمه، وشفنا زي ده امثله من النوع ده كتير جدا. اغنى الناس بينتحروا اكتئابا لانهم مش حاسين باي حاجه. زي بالظبط الحاجات اللي هي كانت انت ممكن تشتري مثلا بيت ما ينفعش تشتري هوم، وممكن تشتري مش عارف حاجه، عارف الحاجات دي؟ كان في حاجات كده. فانا النهارده لو معايا ملايين الدنيا ومش عايش سعيد، لا انا لو انا اشتري سعادتي بالحب او بدون او بغير الحب، السعاده بشكل عام، ومش مهم الفلوس، دي اهم عندي يعني. اي اجري. تعرف ازاي هتموت ولا امتى هتموت؟ انا اعرف امتى هموت، انا امتى اهم بالنسبه لي من ازاي. انا كمان. اوكي طيب. تختار ان انت تبقى في ريليشن شيب وحشه قوي لبقيه حياتك
ولا تبقى من غير ولا عمرك تخش في اي ريليشن شيب؟ لا من غير ما اخش اي ريليشن شيب. بقيت حياتك هتقعد سنجل حياتك؟ مش احسن ما ابقى في ريليشن شيب وحشه بقيت حياتي؟ والله بيفهم والله. برافو برافو يا لا لا انا ما اخشش اصلا. ماشي. لا اصل الريليشن الوحشه دي جحيم، دي بتبقى اوحش حاجه في العالم طبعا. انك في ريليشن وحشه يعني دي يعني ده بس كل يوم كانك عايز تموت. طب ليه عايز تموت بالظبط؟ فمالهاش لازمه خلاص. طب يبقى عندك ريستارت باتن ولا يعني تقدر ترجع تاني بالزمن ولا تقدر تعمل بوز؟ لا ريستارت. اعمل بوز ليه؟ اعمل بوز على سبيد ايه؟ انا لما اعمل بوز واكمل هكمل. انا ريستارت ممكن اعمل نفس الموضوع تاني فما اخشش في اللحظات الحلوه يعني. لا اعمل ريستارت. انا مش عارف، مش متاكد يعني. بفكر ان الريستارت طبعا فكره عظيمه انك تريستارت، ولكن ما هو انت ريستارت ده انت خلاص انت عنصر المفاجاه انتهى، ان انت اوريدي خلاص كده كده عارف القصه او عارف السيناريو او بتختار اللعبه زي كده choose your own story كده زمان في الكتب دي. فمش عارف في نفس الوقت باوز ليه علاقه مثلا حاجه مثلا زي نفسي يبقى فورورد يعني، لو ممكن باوز وفورورد يعني حاجه زي الكوره اللي احنا فيها دي نعمل فورورد كليك ماشي زي فيلم كليك. لا انا ريستارت يا جماعه. الحرب العالميه مش عارف كده، اللي مثلا حد حبيبي عيان فورورد يا يموت يا يعني بس نخلق نبقى عارفين بقى هيحصل له ايه، لكن كده لكن لا انا ريستارت. انا مش فورورد حد. ريستارت هتبقى صعبه بالنسبه لي شويه لانه هيبقى يلا من اول تاني بقى يوه. لا خلاص ما هو من اول تاني وهتعمل حاجه تانية، ما انت مش من اول تاني وهتعيش نفس الموضوع. ممكن اكون خايف اعمل نفس الغلطات يعني، فايه بقى الملل ده؟ لا ما انا مش بهدف بشرط ان انا من لما اعمل ريستارت هعدل، اقدر عندي القدره على التعديل اشوف انا غلطت في ايه وما اعملوش. ده اللي انا قصدي عليه يعني. ما هو ليه بقى؟ ما هو افرض بقى انا مش عايز اعدل، افرض انا كده كده خلاص. ما انت لو مش عايز تعدل مش هتعمل ريستارت اصلا. انا رايك صحيح. ماشي. طب تختار تبقى الجنس الثاني يعني تبقى ست ولا تختار ان انت تبقى حيوان؟ انا اختار ابقى حيوان. تبقى حيوان ايه؟ ابقى حصان بقى، ابقى حاجه كده يعني. يعني احب الحصان جدا. كلنا بيختاروا الحصينه. عشان الحصان ده من اكثر الحيوانات اللي فيها طباع يعني فيها لايقه على الراجل يعني. الحصان انا بحب فكره شخصيه الحصان بحبها يعني فاهمه، في قوه وفي سرعه وفي ذكاء وفي يعني في مميزات كويسه جدا يعني. طب شريف تختار ايه؟ لا اختار ابقى انسان، فلو الاختيار هخيلها ابقى ست هبقى ست، ما عنديش مشكله خالص. اوكي حلو قوي. علشان مش لحاجه، لان للاسف 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 الحصان جميل وكل حاجة، بس الحصان عادي جدا ما عندوش عقل صاحبه. في طبعا كلنا معرضين للحاجات يعني، بس مبدئيا قادر اتكلم فقادر اعبر فقادر انا اكون باخد بالي من نفسي اكتر من الحيوان. اللي ست مطار. احلى حاجة في الدنيا. اكسكيوز مي؟ وانا هتبقى ست احلى حاجة في الدنيا. Not really no. لسه بنقول ايه؟ لسه بنقول عارفة اللي هو عارفة اللي هو مضطر اخاك لا بطل مصير لا مصير. لكن اختار اكون انسان يعني اكون بني ادم مش هكون حيوان، لانه للاسف الحيوانات فرصها في النجاح في هذا العالم اقل بكتير قوي من الانسان. فرصها حتى ان هي تعبر عن نفسها وتقول ان هي مشاكلها ايه، لان انا برضو عندي انا معني بقدر الحيوان في قصه ثانيه برضو عالم الرايتس وكده وبتاع. فعلى الاقل كده ابقى انسان اعرف اسلك نفسي بقى ست بقى الين مش فارقه. عارفه ازاي يعني هو المرأة طبعا حاجه مش قاعدين بننادي في ايه طول الوقت ستاتي. لا اصل بس عارفه اقول لك عارفه مشكلتي من الستات ايه؟ يعني صحتهم بتتعبهم كده كل 4 اسابيع وهرمونات البيريد يعني وخلافه خلفه واولاده ومشاكل جميله هاي مينترنس قوي يا جماعه فيزيولوجيكلي يعني فيزيائيا اتس فيري تاف تو بي ا وومن باي ذا واي يعني ات از طبعا يعني بصراحه ولا بقى الدراما ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله ده في 60 داهيه، بس انا بتكلم على انه حقيقي بجد الست دي بتتعب قوي ازاي ده؟ ايه الهم ده؟ كل شهر على النيله دي ده ايه ده؟ ده هي بس هنعمل ايه؟ بس في مميزات ثانيه كتير. طب يا جماعه انا مش عارفه اشكركم ازاي، انتوا عارفين احنا بقى لنا تقريبا ساعتين ونص
مش مصدق نفسي لسه ابص على الساعه مش مصدق نفسي يعني ساعتين يعني سبحان الله حاجه صعبه جدا ازاي ازاي عدت كده يعني ما اعرفش لا بس بجد كان حوار حلو وكان حوار لذيذ جدا وانبسطنا وكانت برنامج حلو او كان يعني ظهور حلو ومبسوط ان انا قابلتكم وشفتكم بقالنا كتير جدا ما تقابلناش ان شاء الله كورونا تخلص كده ونعرف نتقابل في مصيف بقى لو ربنا كتب لنا مصيف او في الشتاء الجاي لو كانت عدت يعني ان شاء الله خير نتمنى يعني نصيف نعمل اي حاجه يعني ان شاء الله اخر حاجه بنختم بيها ان انتم تدوا زي رساله او اهم حاجه عايزين توصلوها للناس اللي هي ان شاء الله هتتفرج علينا رساله لا رساله انا بقول انا شايف ان الخلفه هي اهم يعني تكليف البني ادم بيكلف بيه فانا بقول اللي مش قد الخلفه ما يخلفش يعني ما يعتبرش ان الخلفه دي حاجه لازم يعملها حتى لو هو مش قادر عليها او هو مش مهيئ ليها ولو خلف لازم يخلف عدد قليل جدا عشان يقدر يديهم القوة او يبقى عنده القوه والوقت والفلوس ان هو يقدر يستثمر فيهم ويطلعهم بني ادمين طبيعيين فانا شايف ان هو نصيحتي للجميع ان انتوا اي حاجه في الدنيا هتتعدل بان احنا نخلف ولما نخلف عيال نقدر ان احنا ايا كان العدد اللي هنجيبه نبقى قادرين ان احنا نطلعه سوي وطبيعي ومش معقد وبني ادمين وفيهم كل ايه المميزات الاخلاقيه اللي تخليهم بني ادمين اسوياء في مجتمعهم ويفيدوا مجتمعهم فبالتالي يفيدوا المجتمعات اللي هم هيجيبوها وهيتحكموا فيها واللي ما عندوش القدره دي ما يخلفش ده مش ديوتي لازم تتشك كده لا انت لازم اخلف لا طالما انا جيت لازم انا اجيب ناس تانية لا ما تجيبش طالما انت مش قادر تجيب هات لما تقدر تربي اللي انت هتجيبه ده كويس حلو قوي حلو قوي متفق معاك تماما وهزود بقى على الكلام دوت انه برضو تاني نرجع نقول خلفت حاول ان انت تربي ولادك على كل المبادئ اللي اتكلمنا فيها دي حاول انت ما تبقاش انت المشكله وكل المشاكل اللي انت شفتها لو انت شايف ان هي مشاكل ممكن مش شايف ان هي مشاكل خالص يعني لو انت شايف انها مشاكل زينا كده ان كانت بقى سواء عدم مساواه سواء ظلم سواء عنف سواء تفرقه سواء احقيه او زي ما بيقولوا كده يعني ان الست ملهاش حقوق والراجل له حقوق والست ما تعملش والراجل يعمل وهكذا كل ده حاول تصلحه في اولادك زي ما شريف قال واعرف ان هم هيطلعوا في مجتمع مش هيبقى كل الناس عامله كده وهيبقى في نتاج لده زي ما شايفين دلوقتي في حياتنا احنا ومجتمعنا احنا برضو كل الانواع ديت لان زي برضو كنا بنتكلم انه احنا بشر والبشر كلهم فيهم كل الحاجات والناس المثقفه او الواعيه او المتحضره او المتربيه او المتدينه بجد والواخده دينها بجد وتطبقوا بجد زي ما كنا بنتكلم هما دول اللي هيقدروا يطلعوا الناس اللي على الاقل تنجو بالباقي على الاقل يبقى هما المثل والقدوه اللي يبقوا الجيل اللي بعده ف يا رب نكون عرفنا نعمل كده في حياتنا احنا بيجينا احنا كاكزامبلز مش لازم بالكلمه ممكن بالفعل انت ممكن اقل تصرف تعمله ومش شرط تكون واحد شخصيه عامه ممكن اي شخص في اي وقت بتصرف او بكلمه ما يعرفش مين بيبص عليك ما تعرفش دايما تعرف ان انت قدوه حتى لو انت في مكان شغلك او حتى لو انت في الشارع اللي انت شايفه بيضايقك صلحه وده حتى تتحدث عن عليه السلام كان بيتكلم بيقول لك انه لا اذا لم يكن بيديك فبكلمه اذا لم يكن بكلمه فكده يعني اذا تقدر تستطيع ان تغير شيء او تصلح مكروها او تصحح حاجه غلط تعملها حتى لو بالنيه النيه نفسها يا سيدي كفايه فبس صح ذاتس اول ثانك يو وانتوا كرجاله فعلا لازم تتاخدوا كقدوه مش بس من الرجاله كمان من الستات انه بتفكروا بالتفكير ده وبجد شكرا ان انتوا بتفكروا بالتفكير ده حبيبتي وميرسي يا جماعه ان انتوا كنتوا ميرسي ليكي ومبسوط ان انا كنت معاكم وميرسي ليكي جدا عرسان ولاده ايه ليه ما تنسيش ان شريف فرنسي هيموت عرسان ولاده لا ده معانا ده لا مش هزار هنقول ما ايه لا انا اسف دي حاجه مش بايدي زي بعض دي حاجه مش بايدي معلش انا اسف سوري مش قصدي يعني ميرسي يا جماعه جدا بجد مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده ثانك يو واشوفكم بقى ان شاء الله في الحقيقه سون